النيابة على باقي الفلاح، لأن سهل صبرا ما فيش غير هذه الفلاحة. سهل صبرا يضم أزيد من 5000 في القطعة كيعيشوا منها الآلاف ديال الأسر. هذه الفلاحة اللي اختاروا الإدارة يعتصموا أمامها في الحر وفي العراء، ما جاوش واختاروا هذا الاعتصام لأن اختاروه رشوق، لأن كما كنقولوا الموس دخل في العظام. كنا كنعرفوا صبرا في السبعينات، أي واحد فيكم فلاح كيعرف شنو هي صبرا في السبعينات. صبرا في السبعينات كنا كناكلوا البطاطيس، البطاطا كنا كناكلوها بعشرين فرنك، وكنت كتمشي عند الفلاح يعمر لك كيس ولا جوج ديال الاكياس، جوج شكاير ولا ثلاثه شكاير ديال البطاطا يعطيهم لك بالمجان بلا ما تخلصوا. دابا بشحال كنشريو بطاطا هنايا في هذا المركب؟ البطاطا ولينا كنشريوها ب 1500، النهار اللي كترخص كدير 5 دراهم. هاد الفلاح راه الا مشات هاد الفلاح ومشات هاد الفلاحه زايو نقراو عليه صلاه الجنازه. كلنا كنعيشو مع الفلاحه، كلنا كنعيشو سهل صبره. ما كاينش شي واحد اللي راه فاتح دابا لا المحلات التجاريه ولا الصيادله ولا المقاهي ولا الخضاره ولا الجزاره ولا الحواته، كلشي كيعيش مع صبره. ولا مشات صبره باش غنعيشو. الفلاح ما عندوش ماندا، ماشي عامل ماجور، كل شهر كيمشي يدي لاكارت ويتيري من الكيشي داكشي اللي كيحتاجو. الفلاح والله ما يبكر في الصباح بكري ويفلح بكري ما يصور حتى شي حاجه. ودابا لا سولتو المخير في الفلاحه فيه الكريم، المخير في الفلاحه اللي راه معنا دابا عامل كريديات مول دويسان مول الصيدليه يسال، الخضار يسال، كل شيء كيسال. وهل الفلاح راه صبر واحد الصبر اللي ما تصوروش. الفلاح صبر بحال الصبر ديال سيدنا ايوب ولا اكثر. وهل الفلاح هذا ما كيطالب شي حاجه مستحيله. هذا المشروع اللي ديتوه اللي سميتوه مشروع تنماوي ديال واد مالك، بالله عليكم واش ما كتحشموش هاد المسؤولين؟ الا كان فيكم شي حياء والا كنتم مسؤولين فعلا، اما المسؤوليه بزاف عليكم لان هي امانه ستسالون عنها يوم الحساب والعقاب، لانها امانه في العنق ديالكم. هاد المشروع هذا كان قبل ما تدوزوه الصفقه كان عليكم تنزلوا عند الفلاحه وتواصلوا معاهم وتقولوا لهم اودي واش قابلين غادي نديروا هذا المشروع، غادي نفوتوه مناطق اخرى. هذا مشروع الاولويه تعطى لسهل صبره، لانها الخير ديالنا الاولويه لموالين البلاد. وديك الساعه الفلاح اذا كان الفائض غادي يدوزوا للجيران، اما قضيه ديال الماء ديال الشرب مازال غادي نهضروا عليه. واخا شكون اللي دوز هاد الصفقه؟ وين انا عارفه شكون اللي دوز هاد الصفقه؟ شكون اللي وقع على هاد الصفقه؟ لان هاد الصفقه مشبوهه وخص فيها اعاده النظر. هل الماء خصو يولي لينا حنا ولاد الفلاحه؟ الا اختارتنا الفلاحه ما عندناش باش نعيشوا. غدا غادي نصبحوا اسر مشرده، اما غادي نوليو لصوص واما قطاع الطرق واما الله اعلم بعلمه فين راهم غاديين بينا. مزيان ما كاينش ما كاينش كتقولوا ما كاينش الماء، عوضوا الفلاحه. راه كاين الفلاح اللي دابا الجره ديالو يبست وهو كيبس معاه، الجره يبست والفلاح كيبس مع هذيك الجره ديالو كيبكي معاها، لان اعطاها الحياه ديالو باش وجد هذيك الشجره، راه خسر فيها الحياه ديالو وديال ولادو. ودابا القطاع كتيبس، الشجره كتيبس، باش غادي يعيش هذا الفلاح؟ ويلاه باش غادي يعيش هذا الفلاح؟ ما عنده حقوق، ما عنده ضمانات، ما عنده حتى شي حاجه، فين غادي يمشي؟
فين غادي يمشي؟ غادي يمشي من هنايا للجزائر بلعم على الحدود، لانك تعرفوا علاش بلعم على الحدود. هذيك عقليه عسكريه ما غاديش نناقشوها، ولكن الاشقاء الجزائريين راهم خوتنا، كنا كنتماعشوا معاهم وكيتماعشوا معنا، وتبلعت هذه الجهه هذه. مليليا اللي هي ديالنا، مدينه ديال مليليا هي مدينه سليبه، داهمنا الاستعمار، وهذيك من حقنا، وتبلعت. كان المخير فينا كيعيش كيجيب القوت ديالو بهذيك الجهه. دابا باش غايش العشاء؟ هما الناس كينوضوا هنا مزايو كيطلعوا من الصباح بكري كيمشيو للموقف، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يديهم يخدمهم، لان صبره كما كيقولوا دمروها. شكون هذا اللي كيفكر بهالعقليه ديال التدمير ديال المدينه؟ شكون اللي كيفكر بهالعقليه ديال التدمير صبره؟ شكون؟ واش بغاو الفلاحه يبيعوا الارض بواحد الثمن زهيد؟ واش بغيتونا نبيعوا الارض؟ راه ما يمكنش المواطن الشريف ما يقدرش يبيع الارض ديالو، لان كاين ثلاثه د الحوايج كيقول لك ما يقدرش الانسان يفرط فيها: الارض، وكملوا من عندكم. هنا اللي بغيت نوصل الكلمه للسكان ديال زيو دار دار، وما غاديش نقول لكم بالله العلي العظيم. علاش؟ لان كل واحد خصو يريح في الدويره ديالو مع وليداته، ويخدم الضمير ديالو والعقل ديالو، ويهضر على هذه المنطقه ديال الصبر، ومره مره يمشي يزور ذوك الفلاحه ويجلس معاهم ويسولهم صبره كيولي. راه الناس معنا هنا، الناس كبار ديال الستينات والسبعينات كيعرفوا صبره شكون هي صبره. صبره كانت تعيش زايو واقليم الناظور، وكان كيمشيو الخضاره من هنا حتى لجميع الاسواق اللي كاينه في المغرب، ما كيخليو حتى شي سوق. وكانت الجوده، كانت الجوده ديال الخضره ديال صبره واحد الجوده. كان الفلاح تبارك الله كيهز مننا قنطار ديال الزرع، ويهز مننا قنطار ديال الزرع ويتمشى به. دابا كلشي الفلاحه في الاخر. علاش؟ لان التغذيه كلشي مسمومه. هاد السم هذا مين جا لهذا الانسان كيكون السم؟ واحد الوقيته كتمشي للارض كتلقى كل شيء موجود في الارض، الفلاح كيطلع يلاه السوق يدير كل شيء عندك، كل شيء عندك في البلاد، وتمشي تعيش مع الفلاح باطل. دابا معاهم غادي تعيش؟ راه انت مول الحانوت اللي كتسمع فيا، وانت القصدر اللي كتسمع فيا، وانت الخضر اللي كتسمع فيا، وانت الحوت اللي كتسمع فيا، والساكنه كامله، راه الا مشات صبره مشى كل شيء. لهذا ما كيطلبوش منكم شي حاجه كبيره، كيطلبوا منكم التضامن، باش يبقى الانسان يضمن ذاك القوت، القوت اليوم. والناس ديال التيوم راه يقولوا الا خطاتنا صبره ما كاين والو. هذا لا يعني ان زايو ما عندوش مشاكل، راه عندنا مشاكل كثيره حتى حنا في المدينه ديال زايو. هو كاين الغلاء، واحد النهار غادي تفيق مع الصباح تفتح السقايه ما تلقاش الماء، ها الصحه ما كاينش، ها البطاله كثرت، ها الاجرام كثر، كل شيء كثر عندنا هنا في هذا الزايو.